قلبي مهي مغارة ربي يعمل لي زيارة من شمسك نورني ومليني حرارة قلبي مهي مغارة ربي يعمل لي زيارة من شمسك نورني ومليني حرارة. ورجعنا معكم مشاهدينا لمتابعة أجندة اليوم جريدة اليوم مع بن أبي نصر. يلا بن أبي نصر زميلتي ما عم تشرب اليوم قهوة عندها فحص دم ما فيها تاخد شيء. صباح الخير أول شيء. مرحب بروني لحود رئيس مجلس الإدارة ومدير عام المؤسسة العامة للإسكان. أهلا وسهلا فيك أستاذ روني. أهلا وسهلا بكم. ضيفنا عزيز كمان لأول مرة عبر أجندة اليوم. بدنا نرحب فيك ونحكي شوي نحن وياك عن هالمؤسسة يلي كتار كتار من اللبنانية مستفيدين منها وكتار كتار حابين يستفيدوا منها. بعده الطلب عليها بزخم مثل الأول؟ هو هالسنة اللي مرقت سنة 2016 زاد الطلب عن سنة الماضي عن سنة 2015. أسعار الشقة أرخص معقول لأن هيك؟ لا الأسعار تقريبا بقيت زيتها. المعدل الوسطي للقرض زاد بحدود 6 مليون ليرة نسبة لسنة 2015. بس العالم اللي عم بيتقدموا ليحصلوا على طلبات عبر المؤسسة العامة للإسكان هالسنة زادوا بحدود 500 طلب، يعني وصلنا لرقم 5000 من هلا لاخر السنه بنكون قطعناهم. يعني هلا هذا ببين قد ايه في شوق بين اللبنانيين بين بعض وحب وغرام. صحيح. هو بدنا نحكي شوي عن المؤسسه العامه للاسكان. العالم ليه بيختاروها؟ نعم. لانه ما في الشخص او المواطن اللي بيتقدم بطلب عبر المؤسسه العامه للاسكان من التسجيل من الرهن فك الرهن الطوابع الماليه حتى الرسوم اللي بيدفع عند كتب العدل هي اقل عندما ياخذ طلب عبر المؤسسة العامة للإسكان. بيدفع بالليرة اللبنانية. بيدفع بالليرة اللبنانية. القرض بيكون بالليرة اللبنانية وكل فترة التقسيط هي بالليرة اللبنانية. والفائدة يعني مش عالية كمان. والفائدة هي الأدنى بالسوق اللبناني اللي هي 4.67%. بس هون خلينا نوضح شغلة إنه المؤسسة عم تدفع عنه أول 15 سنة فوائد هو عم بيرجع يردها بعد 15 سنة. صحيح. معناتها إذا بنحسب الفايدة الفعلية بتطلع دون 3%. يعني المواطن اللي عم بياخد الحد الأقصى اللي هو 270 مليون ليرة بيردهم بعد 30 سنة 371 مليون ليرة. يعني بيكون دفع 100 مليون خلال 30 سنة اللي هي بعتقد شغلة كتير مشوقة إنه المواطن اللبناني يتقدم ويأخذ عبر المؤسسة العامة للإسكان قرضه. استاذروني سوري على كم سنة هو القرض؟ الماكسيموم 30 سنة إذا العمر بيسمح. يعني لازم يكون عمره قد إيه؟ يعني على سنة 64 لازم يكون سكر 3/4 القرض مع الفوائد. قبل التقاعد يعني لازم يكون. مسكر 3/4. صحيح. ومعاش ثابت. ونحن بزيت الوقت كمان هم نشجع الشباب واللبناني إنه يتقدم ويأخذ قروض. حتى بالفترة اللي بيكونوا فيها خاطبين نحن بنقبل الخطاب يأمنوا دخل يعني اثنيناتهم يكون عندهم مشترك. معاش يطلع معاش مشترك يعني بناخد المعاشين بنجمعهم وبذات الوقت بيطلع على البيت فيكون 1200 سهم لإله و1200 سهم لإله. صح. إذا ما تجوزوا حدا بيرجع بيتنازل للتاني بيفرغ للتاني حتى. صحيح. بالحالات اللي لا سمح الله إذا صار في طلاق في حدا بيجي بيختار إنه أنا رح اتنازل للتاني الثاني بيرجع بحق له يستفيد بهالحاله. طيب التنازل باي اطار بيصير خاصه خلال فتره التقسيط يعني قبل سداد القرض بيقدروا يتنازلوا باي اطار بيصير الدفع؟ بيرجع الشخص الثاني هو اللي بده يكفي المبلغ كاملا يعني. اكيد. واذا كان معاشه اللي متقدم فيه ما بيكفي يعني هن بالنهايه اخذين المبلغ. صحيح. معاشين ليقدر يكفي المبلغ تا ياخذوا الاقصى 70 مليون. ما اذا بيعوا اثنيناتهم ما بيرجع لهم حق يستفيدوا عبر المؤسسه. أكيد. اذا حدا تنازل للثاني اجمالا بيكون عم يتنازل يا الثاني بيكون تحسن وضع معاشه يا بيأمن كفيل. قصدي انه هون في شروط يعني. أكيد. مش على كل الاحوال على المعاش القديم بيقدر. لا ما بيقدر. يكون مرفق بدون يعني نحن الهدف بالنهايه انه كدوله نحمي المواطن. أكيد. يعني في ايام بندقق شوي بالطلبه بنطلب منه اوراق اضافيه بس لحتى نتاكد انه هو قادر يسكر سنداته تبع المؤسسه العامه للاسكان وللمصرف لانه في حال صار في تعسر معه 6 اشهر تيحسن وضعه او بيتحول على اللجنه القضائيه وبينباع البيت بالمزاد العلني. هلا المبيع ما صار كثير بالمزاد العلني يعني بعطي مثل ما عم نحكي بحدود ال 100 الف طلب اسكان بلبنان عبر المؤسسه العامه للاسكان او عبر المصارف التجاريه بشكل مباشر السنه الماضيه انبت فقط ب 59 طلب. يعني نحن من اصل 5000 من اصل لا
مش من أصل 5000 اللي أخذوا بالسنة، من أصل كل القروض الأكتف اللي هي بحدود 100,000. حلو. ليه؟ لأنه المواطن اللبناني بيهتم أول شيء سكر سندات المؤسسة العامة للإسكان أو سندات الإسكان بشكل عام. نعم. أدي بتتراوح قيمة السند يعني أدي ببلش؟ يعني اللي عم يأخذ الحد الأقصى 270. اللي هو 270 مليون مفروض يسكرهم خلال 15 سنة. اللي هو كمان الحد الأقصى للمدة الزمنية للفترة الزمنية اللي بيقدر واحد فيها يأخذ قرض، يعني عنده بيكون سنده بالشهر 1.5 مليون ليرة. صحيح. وفي مدد أكثر من 15 إذا وصل لمرحلة ومش قادر بعدها؟ لا، هو ال 15 هو الماكسيموم المدعوم، يعني إذا ما بنحكي قرض مدعوم فايدته بهالشكل هي 15، لأنه تاني 15 سنة فويد. هي تيأمن ويسكر الفوائد. وقال مبلغ؟ وقال مبلغ في ياخد 40% من قيمة الشقة. يعني إذا الشقة بتسوى 100,000 دولار أقل شيء له حق يتدين 40,000 دولار، وإلا بيكون جاي فقط عم يستفاد من الدولة لينعفى من الإعفاءات. ومن لا يستفيد هون في عملية تصير تهرب من الدفع الرسوم. واللي طلبه اللي معاشه عالي صح؟ اللي معاشه يعني بيتخطى 10 مرات الحد الأدنى ما بنقبل له طلبه بالمؤسسة، بيقدر يروح يأخذ من المصارف التجارية بشكل مباشر. يعني 4,500 دولار، اللي هي 4,500 دولار ككابل، يعني عم نحكي لازم يكون معاشه 4,500 دون 4,500 تحت 4,500 ليقدروا يأخذ، لأنه هي المؤسسة هدفها تعطي الطبقة المتوسطة والفقيرة إنه نأمن لهم عائلة يقدروا يربوا فيها أولادهم، مش لحتى تكون معاشاتهم عالية. معاشيتهم عالية منه بحاجة لدعم الدولة، وهذه الشغلة تطبق بلبنان وخارج لبنان، يعني بكل دول العالم تقريبا. من دولة المنطقة. رح نتابع نحن وياك. خلينا نقرأ شوية عنوين صحف أستاذ لحود. السفير بري ونصر الله يحذران من تماهي الخطرين الإسرائيلي والتكفيري، وماذا تبيت إسرائيل للبنان في بنك الأهداف الجديد. بنروح لصحيفة النهار اللي عنوانت بري يطلق نفير مها القانون الستين. صحيفة الأخبار الحكومة خلال 10 أيام علامة استفهام، التيار يطلق مسار البحث في قانون الانتخاب، وبري يخشى تعذر إجرائها. وأيضا بالجمهورية المهل تدهم التأليف والانتخابات. نتابع بصحيفة المستقبل الراعي يسأل الرئيس كيف أساعد، بري مهلة تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات تقتضي التأليف قبل 18 من الجهر. وأيضا بصحيفة البلد مساع لإرضاء المرضى وترقب لكلمة نصر الله اليوم. نصر الله اليوم الساعة 8:30 اليوم الكلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. وبعناوين اللواء التأليف تنشيط الاقتراحات يحافظ على حرارة التفاؤل، 4 عناوين في حديث نصر الله اليوم، والقوات لا تؤيد زيارة عون إلى سوريا. قبل ما نتابع بعد في عنا صحيفتين والكاريكاتير، نرجع لك أستاذ روني لحود، هل فينا نقول اليوم تطلع لمؤسسة العامة للإسكان بطريقة ثقة أكبر؟ يعني على مر السنوات قد ايه صار لها المؤسسة بتعطي قروض من أي سنة، وزيادة المبلغ عطى كمان قدرة للشراء؟ هي المؤسسة أنشئت سنة 1996 موجب القانون 539، وحلت مطرح لاحقا مطرح وزارة الإسكان والتعاونيات ومطرح صندوق الإسكان المستقل. مشان هيك عطوا قرض جديد صار عمره بالعشرين، يعني زدتوا القرض للشباب لأنه هي عمره بالعشرين؟ لا، هي تقريبا صارت بالعشرين. هي أول قرض بلشت تعطيه سنة 99. نعم. من بعد ما مخاض عصير صار مع المصارف التجارية اللي هو أنشئ منها بروتوكول تعاون بين المؤسسة العامة للإسكان، يعني اللي هي الدولة، والمصارف التجارية، اللي هو كان أنجح بروتوكول لحد اليوم. صار عمره فوق 17 سنة. المصارف هي عم تقدر تأمن كل رأس المال، يعني وقت المواطن عم بيجي ياخد قرض عم بيقبض قرضه من المصرف، والمؤسسة عم تدعم الفوائد وتدفع عنه الفوائد بأول مرحلة من القرض. هالبروتوكول قدر عطي تقريبا لحد اليوم 73 ألف عائلة لبنانية تأمن لهم مسكن. بنعطي بالسنة بحدود 5,000 طلب، صرنا هلا باخر 3 سنين 5200 5300 طلب. السنه الماضي قشطت شوي ورجعت طلعت. البيك تبعها عملتها سنه 2009 2010 6200 طلب بالسنه. للمواطن اللبناني عم بتكون مخرج له، وبذات الوقت المؤسسه العامه للاسكان عم بتحرك بحدود 38 قطاع، لانه
كل مواطن لبناني عم ياخد شقة عبر المؤسسة العامة للإسكان بذات الوقت بده يأمن له مستلزمات الشقة. يعني لهالسبب هي مرتبطة ب 38 قطاع عم بتساعد كل الدورة الاقتصادية. يعني فينا نقول بال المعنى الثاني انه المؤسسه العامه للاسكان هي ركيزه الاقتصاد اللبناني. يعني قبل 96 ما كان في قروض اسكان، كان في قروض من عبر الصندوق المستقل للاسكان اللي هي كانت عم تدفع الدوله تقدر تامن امنت بحدود 13000 طلب ب 17 سنه. طب والملف انتقل للمؤسسة. لنحن اليوم بالمؤسسه العامه للاسكان قدرنا نامن 73000 طلب ب 17 سنه. يعني بذات الفتره الزمنيه بهالبروتوكول اللي صار مع المصارف اللي هو برجع بعيد على الانجح على الصعيد البروتوكول بين القطاع الخاص والقطاع العام قدر عطي 60000 طلب زيادة. يعني الملف اللي بلش مع وزارة الإسكان اللي حكيت عنه قبل 96 انتقل لمؤسسة العامة الإسكان لا يعني جباية كل هي المؤسسة حلت مطرح مصلحة التعمير مطرح صندوق الإسكان المستقل ووزارة الإسكان. أستاذ روني، ريتا فلفلي بتسألك شو بدهم وراء تيقدموها لطلب على الإسكان؟ الوراق جدا هينة، ما لازم واحد يستصعب يقدم طلب عبر المؤسسة العامة للإسكان. اليوم صارت بتتلاقى على الويب سايت تبع المؤسسة اللي هو pch.gov.lb pch public corporation for housing.gov.lb. الأول شيء في أول سحبة من الوراق اللي هي المعلومات الشخصية، يعني إخراج أيد فردي، إخراج أيد عائلي، سجل عدلي، وإثبات الدخل أكيد. يعني ورقة المعاش، إذا في كشف حساب بيتأمن إضافي، إذا في ضمان كمان بيكون في ورقة من الضمان، إذا كان المواطن نقابي يعني بنقابة المهندسين أو أي نقابة تانية كمان بيكون مقدم له بطاقة النقابة. هذه بتكون عم بتسهل له تسريع الملف تبعه، إنه بيكون الملف مكتمل على الآخر نهار اللي بنكون عم ندرسه. ومن الناحية التانية عنا الأوراق اللي بده يأمنه كرمال البيت اللي هن الإفادة العقارية أكيد، وراء البيت إذا مسجل وحتى نتأكد مسجل أكيد البيت بده يكون أكيد في سك ملكية. هلأ نحن المؤسسة كمان هون خلينا نلفت النظر أنه بتعطي كل شرائح المجتمع، يعني حتى المهن الحرة بحق لهم شو ما كانت المهن الحرة بيأمن يعني بيأمن يعني المهن الحرة بده يأمن شو هي المهنة الحرة تبعه ويأمن الأوراق اللازمة لهالمهنة. هون منطمن يعني اللي عم بيتسألوا إذا ما عندي ضمان ما بحق إلا استفيد. لا ما في مشكلة، في مشكلة. طيب قديش بدها العملية تياخد موافقة؟ هي أول شيء بيتقدم الطلب بالمؤسسة العامة للإسكان، بخلال نص ساعة إذا كان كل الأوراق مكتملين بيحصل على رقم الطلب وبيتوجه للمصرف اللي هو بيكون اختاره. نحن بنتعامل مع 28 مصرف على الأراضي اللبنانية. بالمصرف عم تاخد المعاملة بحدود الجمعتين للثلاثة لحتى يتأكدوا من دخله ويكشفوا على البيت، لأنه الكشف عم بيصير من المصرف. بيرجع بيتحول الملف على المؤسسة، هيدي بتصير عملية بيننا وبين المصرف، يعني المواطن عليه بس يتقدم بمرة واحدة يجي على المؤسسة. بيرجع بندرس نحن الملف من ناحية القانونية والإدارية والمحاسبة، ومجلس الإدارة بيعطي قرار بالموافقة. إذا كان كل الملف مكتمل وما في أي إشكالية من ناحية المعاش، يعني بخلال بين اليومين للعشر أيام بيكون خالص كموافقة. بيرجع من نبعث الملف، وهون أكيد في دور للمكنن اللي واكبت عمل المؤسسة بآخر سنتين. كان يومك عم نشتغل على موضوع المكننة. بيتحول الملف للمصرف، المصرف يحضر الكونترايات بيمضيهم المواطن وبيرجع لعنا لحتى ننهي الملف. هذه المرحلة الثانية عم تاخد بحدود 3 جماع. لأنه في 8 موظفين بالمؤسسة بدهم يمروا عليهم الملف بين الدوائر والمصالح، بيمروا على رؤساء الدوائر ورؤساء المصالح تيرجع يوصل لعندي تيمضى الملف. عم تاخد المرحلة بحدود 3 جماع، يعني كلها عبعضة بالمؤسسة عم تاخد بحدود الشهر وجمعة. إضافة ل روتين البنك لروتين المصرف اللي هي عم نحكي بحدود 3 جماع بأول مرحلة وبحدود الجمعتين بتاني مرحلة، يعني خلال 3 شهور، يعني عم نحكي بين شهرين للثلاثة عم بيكون خالص الملف. نحن عم نطلب من المواطن انه يجيب وعد بيع بأربعة شهور لحتى اي تأخير بيصير بالوراق بيننا او بين المصرف او وراق اضافية بنطلبها منه ايام هو عم يتأخر تيجيبها، خاصة اذا كان البيت عم بيشتريه وقريدي كان البيت مرهون، يعني هون بيكون في معاملات اضافية تتنعمل.
تيكون on the safe side. عم نقول له جيب ورقة وعد بيع على 4 أشهر. ووعد البيع كمان صار موجود على الويب سايت، بيقدروا يعملوا له داونلود وبيعبوه بيطبعوه. مسهل ما كان يسهل. والإفادة الإفادة الدخل كمان موجودة على الويب سايت، إذا في نموذج إفادة الدخل فيه يعمل داونلود بيطبعه. وإذا صارت الفترة أطول بيكون في مشاكل تانية طبيعي. يعني هلأ بموضوع المكننة أكيد سهل أمور كتيرة، صرنا عم نقدر نعرف، يعني عم بقدر أعرف بكل مرحلة قدي عم بيتأخر الملف وعند كل موظف قدي عم بيتأخر الملف. الموظفين اللي بالمؤسسة العامة للإسكان عم بيساعدوا المواطنين لآخر حدود، بنتمنى على أي إشكالية بتصير يراجعوني شخصيا. بواب المؤسسة مفتوحة لكل المواطنين مع موعد أو بلا موعد، نحن منرحب بالكل. نحن شهدتنا مزروحة. نحن شهدتنا مزروحة. في نطرة صغيرة أكيد إذا كان بلا موعد، بس إجمالا كل الإشكالات عم تتعالج. في لكم إنه ما في رفض للملف بشكل كلي، ولكن بينطلب بعض المعلومات الإضافية. الهدف منه هو حماية المواطن أكيد. إذا انطلب منه وراء إنه نحن عم نتأكد أكثر شيء من دخله، وإذا كان في أي إشكالية على البيت. نعم. لأنه كمان في مسؤولية معنوية. منتبع مع عناوين الصحف بالأنوار. شاحنات المضربين تغلق الشوارع والخلافات تعرقل تشكيل الحكومة. العماد قهوجي من الضنية سنقضي على الخلايا الإرهابية. الغارات على حلب أوقعت 800 قتيل في 26 يوما. والأمم المتحدة واشنطن وموسكو بعيدتان عن الاتفاق على حلب. في الشرق إجماع على رفض زيارة المفتي حسون المشبوهة، استقبال استثنائي. والصورة للعماد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون مع البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في قصر بعبدة. عرض جديد لفرنجية التربية أو العدل أو الصحة. جعجع خطاب عون كلام رجل دولة. المرأة بعد 40 أكثر جاذبية. الأردن لن يدعو سوريا للقمة. 100 قتيل بالقصف العشوائي. شو بعدين انشقت الأرض وبتلعها وكائنات مجهولة. صفحة 15 إذا كنت ترى على التفاصيل. بس عجبتني المرأة بعد 40 أكثر جاذبية. بعد ما صرنا بلا هلأ منحلل بعد هلأ منحلل بعد تحت الأربعين. نوصل لصحيفة يعني الرجل بالخمسين كتير منيح. عظيم. بالبناء كاري ولافروف ودمستورا اتفاق على انسحاب المسلحين من حلب. نصر الله اليوم ثقة ثابتة بعون وتفويض مفتوح لبري وباقون في سوريا. الحكومة تنتظر الأشغال بعد التربية وقنصوا لأولوية قانون النسبية. استاذ لحود، يعني بنرجع بذكر أن حضرتك رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان. اليوم قلت أنه نسبة الطلبات كتير كبيرة بالنسبة للمناطق، وين أكثر منطقة مطلوبة اليوم؟ هلا لوضح كمان شغله، المؤسسة العامة للإسكان بتعطي بأربع حالات قروض. بتعطي إذا واحد عم يشتري بيت، وهيدي الشغلة اللي معروفة، بتعطي كمان يعني بيت جديد أو مستعمل أو مستعمل ما بيأثر. بتعطي للبناء إذا واحد بده يبني بضيعته أو بأي منطقة تانية، يعني عباله يبني هو بيته، أكيد في شروط المحددة اللي هي بده يكون دون 200 متر البيت، إن كان للبناء أو واحد عم بيشتري بيت، لأنه كمان نرجع منحدد أنه نحن للطبقة المتوسطة والفقيرة. بتعطي لترميم منزل إذا واحد ورتين بيت وعباله يرممه، أو كمان بتعطي لتوسيع منزل. يعني بتعرفوا بالضيع كانت البيوت شوي صغيرة، هلا الجيل الجديد بحب يوسع، كمان بنعطي لتوسيع مسكن. أكيد في شروط معينة اللي هي يكون في رخصة بناء بفوتوا على لهالسبب الأغلبية هني عم بيعتمدوا يشتروا البيت، اللي هي الشغلة اللي بيعتبروها الأسهل لألون، وخاصة وقت عم نحكي بالمدن. لهالسبب عم بيكون أكترية الطلبات بمنطقة جبل لبنان، يعني اللي عم نحكي من بيروت، القريبة من بيروت لأنه هي الأقرب لكن. وهم منشجع أكيد العالم يفتحوا مصانع ومعامل بالضياع وبالأرياف. هلأ في عدة أمور نحن عم نشتغل عليها لنشجع العالم أنها ترجع على ضياعة، اللي هي أنه نرجع نأمن لهم مساكن بضياعهم، أو نشجعهم بالقليل يطلعوا يعمروا فوق، خاصة أنه في ضياع فعلا قريبة لبيروت، يعني من عدة نواحي نخفف ضغط على العاصمة. صح. يعني عجة السير بعتقد عم تجي من مسافة أطول. صح. يعني جبل لبنان فينا نقول نمبر وان بزحمة السير، نمبر وان بحوادث السير، نمبر وان بالقتلى مع الأسف والقتلى والجرحى، نمبر وان بالناس كمان تسكن فيها. مية بالمية. بقى خففوا شوي وظهروا لبراطة.
حظوا على وجودكم بالضياع أيضا. بس إذا كان واحد بيمتلك بيت ممنوع ياخد إسكان على بيت تاني بنفس المنطقة أو ما في هيدا الشرط؟ لا أكيد، لأنه وقت الدولة عم تدعم هي الهدف أنك تسكني بالمنزل، ما يعتمد المواطن أنه عم يشتري بيت تيأجره أو ليستثمره. وقت اللي بيكون الدولة بتدعم، وهذه شغلة كمان معروفة عالميا حتى بفرنسا، أنه الدولة عم تيجي تدعمك لحتى تتملكي منزل لتربي فيه عائلتك، هو ليكون منزل أساسي، صحيح، ريزيدنس برينسيبال. من هل المنطلق عم نجي نقول نحن أنه ما لازم يكون عنده بيت ضمن 25 كيلومتر مسافة 25 كيلومتر من مركز عمله، لحتى ما نحرم إذا واحد لنقول من عكر وعنده شغله ببيروت ما يقدر يتملك بيت ببيروت لو بيتملك منزل بعكر. ولكن هيدي أمور عم نبعث نحن كل الملفات والطلبات على نفي الملكية، بترجع لنا من الدوائر العقارية لنتأكد إذا هذا الشخص بيتملك أو لا منزل. حتى إذا كان مرتبط بنفس إطار العائلة مثلا زوجته أو ما هو أو زوجته مرتبط. هو أو مرتبط. زوجته أو الأشخاص اللي بيدخلوا معه بالقرض.